في الدوري الألماني في البوندسليغا، وخاصة في المناسبة في هذا المساء تحديدا يتواجد اللقاء الذي سوف أيضا يتزامن مع هذا اللقاء في الدوري الألماني، إنتراخت فرانكفورت أمام نورنبرغ، في بالطبع صاحب الترتيب السادس عشر مع صاحب الترتيب الثالث في دوري الدرجة الثانية الألماني. نحن في وسط اللقاء وافتتاحية طبعا إعلان بداية الشوط الأول وافتتاحية بالطبع هذا اللقاء، نشاهد ونتابع التسديدة الأولى من سلطان اليامي. هنا طبعا العودة مجددا للعادة المحببة لفريق الباطن، والرمية الجانبية الطويلة كما شاهدنا الهدف الذي سجل في مرمى أحد من أجمل الأهداف لفريق الباطن، والجول نايف عيسى، هذه الديوب والذي سجل الهدف نايف عيسى كما نشاهد ونتابع في اللقاء الماضي، وهدف التعادل الثالث الهدف الأخير وميزالي وهدف التعديل، الفريق الريداوي يعود إسماعيل بنقورة رائد التحدي رائد التعايد، وهدف هنا بيزالي الى بانغورا وري الذي يتابع، ولا العرضية والرأسية والهدف ساوغول، ساوغول يسجل الهدف، ساوغول والهدف الثاني للباطن، الهدف الثاني للباطن.